عضو الائتلاف السوري والمجلس الوطني السوري. مرحبا بك دكتور. دكتور، كلمة معاذ الخطيب في قمة جامعة الدول العربية بالدوحة كانت ربما جرسا أنذر بكثير من الخطر، وها نحن نسمع ما يقوله أولاند. ما رأيك في تصريحات الخطيب أولا قبل أن نذهب إلى التفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن تصريح السيد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف عبر عن خيبة أمل السوريين في الموقف الدولي الذي يفترض أن يكون داعما للديمقراطية وللحرية، وها هو شعب ينتفض منذ سنتين ويعاني ما يعاني، ثم الغرب لا زال يتردد في دعم هذه الثورة ويتقدم خطوة ويتأخر خطوة أخرى. فأعتقد الموقف كان جيد وكان صادق وتكلم بصراحة، وهذا ما كان فاضحا، ربما لم يكن فقط صادقا ولكن كان فاضحا للنوايا الغربية والأمريكية تحديدا، أليس كذلك؟ صحيح صحيح، نعم، لأنه الدعم الذي وصل رغم كل الكلام وكل المؤتمرات وكل التصريحات كان ضحلا لا يتناسب أبدا مع حجم المأساة وحجم القدرات يعني الغربية في دعم وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. نعم، لكن ما بعد كلمة الخطيب؟ يبدو أن العرب، الجيش السوري الحر تحديدا، الثورة السورية أمام موقفين. الموقف الأول بدأ في ختام أو في بيان جامعة الدول العربية الذي ترك للدول العربية أن تسلح الجيش الحر بما تراه مناسبا. الجانب الآخر الأوروبي هو تراجع الرئيس الفرنسي أولاند بالاشتراط لا تسليح للمعارضة إلا بضمانات أن هذا السلاح لا يصل إلى من يسميهم الإرهابي. نريد أن نقف في منزلة بين المنزلتين، دعوة إلى التسليح العربي وإلى الرفض الأوروبي الفرنسي الذي تراجع. الرفض الفرنسي أو تردد الرئيس الفرنسي يعكس صراع داخل المجتمع الفرنسي. هناك الكثير من السياسيين والقوى الاجتماعية الفرنسية التي لا تريد أن تدعم هذه الثورة لأسباب تتعلق أعتقد غالبا في الهوية والخطاب الذي يرونه أنه خطاب إسلامي، وتخوفهم من قيام يعني مجتمع ودولة يسيطر عليها تيار إسلامي. هذه حججهم، لكن طبعا الحقيقة الأمر أنه هذه الثورة قدمت كل الضمانات على كل مستويات أنها تريد أن تقيم دولة تحترم الجميع وتعطي الحرية للجميع. هذا لم يلقى آذانا صاغية في الغرب. فنحن إذا لازلنا بعد سنتين من هذه الثورة نعتمد بشكل أساسي على دعم أشقاء لنا، عدد قليل من أشقاء العرب ودول الجوار، وبالدرجة الأولى على تضحيات الشعب السوري وبطولة الأحرار داخل سوريا الذين استطاعوا أن يحصلوا على سلاح من روسيا أخذوا من النظام السوري الذي يتلقى سلاح من روسيا. طبعا سنعود إلى السفينة الموجودة الآن في المياه المصرية ومطالبة المعارضة بإيقاف هذه السفينة التي تحمل علم تنزانيا ويقال إنها إيرانية، ولكن أريد أن أسألك قبل هذه التفاصيل، ألا تعتقد بأن العصا الأمريكية استطاعت أن تضرب الرؤوس الأوروبية بشكل قوي وأن تؤثر فيها، بمعنى أن إرادة الأمريكيين لا تسليح للمعارضة ومن خلفها إسرائيل تجاوز القدرات الفرنسية والبريطانية وحتى الاتحاد الأوروبي، أليس كذلك؟ بالتأكيد أوروبا لا تتحرك إلا بمشورة ورضا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن عمليا في أي سياسة خارجية خاصة فيها بعد عسكري سيكون دور الأمريكي أساسي، فلذلك هم يتعرضوا لضغوط عديدة، وبالتالي واضح انه يعني اداره اوباما بالتاكيد البيت الابيض ما نعرفه من التسريبات ان البيت الابيض هو الذي ياخذ موقف رافض لدعم هذه الثوره. وهذا ما يطرح سؤال، هذا سؤال الجزيره مباشر على الفيسبوك، هل يعتقد المشاهد الكريم ان الغرب جاد ويريد ان يسلح المعارضه ام لا؟ ننتظر مشاركاتكم على الجزيره او على الفيسبوك الجزيره مباشر. والسؤال اليك، هل تعتقد بعد هذه التناقضات دكتور لؤي ان الغرب جاد في تسليح المعارضه ام هو غير جاد ولماذا؟ الغرب غير جاد، لو كان جاد لسلح المعارضه، هو يتحجج بحجج كثيره، كل مره ياتينا بحجه، طبعا الحجه الاخيره انه الفرنسيين يريدون ضمانات بان هذه الاسلحه لن تذهب الى ايدي خطا. هذا الكلام غير دقيق، لأنه
هم يعرفوا أن المعارضة السورية والجيش الحر طور نفسه ووضع قيادة أركان مشتركة من أجل ضبط الأمور، لكن طبعا هناك يعني حجية الدجاجة والبيضة، هل نساعدكم قبل أن ترتبوا صفوفكم بشكل كامل أو ترتب صفوفكم؟ يبدو أن الغرب تجاوز هذا المطلب التنظيم. الفرنسيون يتحدثون الآن، أولاند يتحدث عن عدم وصول الأسلحة إلى من سماهم بالأوروبيين، نتذكر تصريحات لافروف، نتذكر أيضا المطالب الأمريكية وخوفها من أن يصل هذا إلى المعارضة السورية إلى الإرهابيين أو من وصفهم لافروف بالسنيين الإسلاميين الذين يمكن أن يصلوا إلى السلطة. يعني هل هذا هو بيت القصيد؟ أو هذا موقف الطائفي للروسي العجيب، أنهم تكرموا الخطاب الطائفي، إما أنهم اشتروا خطاب النظام أو في تقديري أيضا يتعلق ب أنهم في جمهوريات، جمهورية روسية عندهم أقليات سنية هم أساءوا التعامل معها كثيرا، فهي حسابات قديمة متجددة، لكن للأسف لا تقوم على قراءة حقيقية ودقيقة لحالة الثورة السورية التي تدرك أن هناك تحركات طائفية ضدها، لكنها لم تتبنى خطابا طائفيا وهي ترفض أن تكون من أجل يعني انتقام أو تغريب طائفة على أخرى، لكن بناء مجتمع حضاري حر ديمقراطي يعني يحمي جميع. في المشهد الأوروبي كان اجتماع بروكسل أعتقد منذ أسبوعين، فرنسا وبريطانيا حاولت إقناع الأوروبيين بتسليح المعارضة، ميركل المستشارة الألمانية قالت لا، النمسا يبدو أيضا عرضت، وهناك بعض الدول الصامتة حرك الملف إلى دابلن في 23 من الشهر الجاري. ماذا خلف هذه المواقف الصامتة بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ هل الصمت هو علامة رضا كما يقولون؟ هو تعرف أنه في الداخل الفرنسي والبريطاني والأوروبي بصورة عامة هناك قوى سياسية تختلف في فهمها للحالة وطبعا قرارها حول كيفية التعامل معها. يبدو أنه في لحظة من اللحظات في فرنسا وبريطانيا كان هناك إرادة لدعم، لكن كان في نوع من الرفض وعدم القبول من قبل الداخل الأمريكي يعني، وطبعا الأمريكان لهم تأثير كبير على على الألمان والسويديين، وهذه الدول هي التي وقفت رافضة للتسليح. فإذا كما قلنا إذا تابعنا الخيط فسينتهي في قرار اتخذ في البيت الأبيض هو السبب الأساسي للتلكؤ. ونحن أمام مارشال الأربعينيات بعد نهاية الحرب العصا الأمريكية، لا يبتعد عنها أحد. أرجو أن تبقى معي دكتور لؤي. إليكم مشاهدين الكرام وبعض المساهمات، معي بندر عبد الله من السعودية. أخي بندر مرحبا بك. مرحبا، شكرا سماحي للمشاركة، تحية لك ولضيفكم. أهلا وسهلا. بخصوص سؤال الحلقة، يعني أعتقد أن الآن يعني الغرب غرقان في المشاكل. من الجزائر علي أحمد وفاتح بحاش في مسألة فيه كثير من الموضوع، المواقف الاستراتيجية بالنسبة لإيران، موضوع السنة، وأيضا ما قاله بحاش في رفض تسليح خوفا على الكيان الصهيوني وهذه معادلة ربما، وما قاله أيضا بندر عبد الله من السعودية في موضوع البدائل، الجيش الحر البدائل، وأيضا استقالة سيد معاذ، والصمت العربي من خالد من المغرب، ونور الدايم في موضوع الموقف الفرنسي والحساسية من الإسلام. الكلمة لك دكتور. طيب خليني أولا أتكلم، أبدأ ب استقالة الخطيب أولا. استقالة الخطيب هل هي صحيحة ثابتة؟ تراجع عنها؟ ماذا حدث؟ نعم، لأنه سمعنا يعني إطراء ومدحا من وزير الخارجية الأمريكية. نعم صحيح، مع الأسف هذه الطريقة في التعامل الآن من الخارجية تجاه الوضع في سوريا، محاولة دائما إيحاء أنهم ممسكين في الخيوط وهم يعني غير، هذا الكلام غير دقيق وبعيد كل البعد عن الحقيقة. لكن الاستقالة حقيقية، هو السيد معاذ استقال قبل يومين من عقد الأمة، عقد القمة آسف، مؤتمر القمة، وتراجع أمام الاستقالة. ما تراجع، لا زالت الاستقالة سارية المفعول، ستناقش، وافق الأعضاء. لا ما وافقوا بعد، لأنها ستناقش في اجتماع الهيئة القادمة وقبلها اجتماع الهيئة السياسية، هناك الهيئة العامة والهيئة السياسية. نعم. ستناقش هذه الاستقالة، هي لها طبعا أرفقها بأسباب.
وربما هو يريد أن يعني يدفع باتجاه تحقيق مطالب هل هي ورقة ضغط سياسية من الائتلاف؟ هي لا شك ورقة ضغط، ورقة ضغط من رئيس الائتلاف على الائتلاف، لأنه هو تحدث عن توسعة الائتلاف، وأن هذا الرغبة لم تحقق له، وأنه الآن غير مستعد للاستمرار. هذا الموضوع سيناقش بالتفصيل، وبعدها إما طبعا الاستقالة موجودة، إما الأمانة العامة تقبلها أو ترفضها. طبعا الموقف العام، تصوراتك هل الموقف العام سيتقبل؟ الموقف العام لا، الموقف العام هو في انقسام، في البعض ما عندهم مانع يستقيل، لكن أصوات كثيرة تقول لا نريد أن يستقيل في هذه المرحلة بالذات، وأن يكمل المدة ثم يبحث في قضية التجديد أو عدم التجديد. جيد، كنت سأسألك سؤال عبد الله بندر عبد الله، موضوع هل هناك بدائل؟ كنت تتحدث عما ينجزه الجيش أو الموقف الغربي من عدم، هل أشرت إلى التنظيم الذي حققه الجيش من خلال مؤسسة عسكرية يبدو أنها تنشأ بشكل مقبول للوضع الآني؟ هل هناك بدائل من خلال المنشقين، من خلال غنائم الأسلحة، من خلال مصانع الأسلحة؟ هل يمكن أن تكون بديل إذا استمر الغرب في عدم تسليح الجيش السوري الحر؟ أنا أريد أن أعلم مشاهدينك أننا عندما أخذنا قرار في الاجتماع الماضي للائتلاف بتكليف رئيس وزراء لحكومة مؤقتة، نقاش كان حول ضرورة الاعتماد على الذات واستفادة من قدرات السورية خاصة في الشمال بعد تنظيمه. فإذا نحن طبعا الشعب السوري كما تعرف شعب مؤمن جدا، هو مؤمن أن الحق ينصر الحق وهو يقاتل من أجل الحق، والحق يلزمه أيضا قوة حتى ينتصر. نعم، فهو طبعا إيمان الشعب السوري عندما طبعا خرج وقال ما لنا غيرك يا الله، إيمانه أنك إذا أنت سعيت فستأتيك القوة، وفعلا هناك تقدم كبير على مستوى القوة دون مساعدة خارجية من قبل دول غربية. يعني انظر الآن لحال الجيش الحر، تسليحه معظم أسلحته اغتنمها من هذه القوات الظالمة الغاشمة، فهو الآن في موقع متقدم، إضافة إلى مساعدات تأتي مستمرة من قبل أشقاء. هذا السؤال أيضا ينبت سؤال، يعني إعطاء جامعة الدول العربية الحرية للدول في أن تسلح، هل أمريكا كانت تقول هناك بعض الدول العربية تمد أسلحة وأمريكا تغض الطرف كما قالت التصريحات، هل هناك أسلحة عربية تصلكم؟ اجتماع الدوحة هل هناك وعود مع جهات عربية بالتسليح؟ ما نوعية هذا السلاح؟ ما أهميته؟ هل يفي بالغرض الآن؟ السلاح يعني مستمر في الوصول إلى سورية. من أي الدول؟ من أي الدول يأتيكم؟ منذ أشهر. من أي الدول؟ يعني طبعا الدول اللي طبعا عرفت بدعمها الكبير لسوريا هي وفي قضية هي دول ثلاثة، تركيا قطر والسعودية. والآن طبعا ليبيا قدمت خاصة في البداية أسلحة. دعم كبير، دعم أسلحة طبعا ليبية. مالي هل يعني وصلت، ذكرتني أستاذ، هل وصلت 100 مليون دولار التي تحدث عنها الليبيون منذ شهور؟ لا تصل، وصل 20 مليون فقط، ما وصل للمئة ولا وصل أي مبالغ هذه المئات اللي سمعناها من آخرين. يعني هناك في تقديري أن هناك ضغوط طبعا تتعرض لها الدول العربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية. سنتحدث ربما في الجانب الآخر عن تركيا وإيران، هل هناك دول عربية وعددكم خارجية مثلا في القمة العربية بإرسال أسلحة إلى الجيش السوري الحر؟ والله شوف هذه التفاصيل أنا لا أريد أن أناقشها الآن. أنا تهمني التفاصيل. نعم. لا بعض التفاصيل طبعا أنا سأناقش تفاصيل، لكن نعم. ليس بالتفصيل الدقيق الممل. نعم. هناك دعم، هناك قرار لدعم الثورة من قبل عدد من الدول العربية، هذا واضح. وهناك قرار من الجامعة العربية بفتح الباب أمام الجميع للمساعدة. هذا هل أعطى هذه الدول العربية الشجاعة والجرأة لأن تقول علنا للمعارضة نحن هنا ويمكن أن ندعمكم؟ لكن يعني بعيد عن الدول التي ذكرتها، معظم الدول الأخرى عندها مشاكلها الكبيرة التي تمنعها من تقديم دعم حقيقي للثورة. ونحن نتأمل مثلا من مصر على الأقل، وهذا كان طلبنا عندما طالبنا الحكومة المصرية بمنع مرور السفن اللي تحمل أسلحة للنظام المجرم بما فيها صواريخ سكود اللي يستخدمها ضد السكان.
نحن نريد إذا عجزت بعض الدول عن المساعدة على الأقل لا تساعد الطاغية الذي يقتل الشعب ويعني يعثو في الأرض الفساد. نعم، قبل أن نمر معي ثلاث اتصالات، ولكن خصوص الموقف الاستراتيجي والدولي إيران والسنة وفرنسا وما قاله أيضا محسن بحاش، سؤال مهم في الأسلحة، رفض تسليمها نتيجة للضغط الكيان الصهيوني وأيضا الأزمة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية. يعني خليني أعطيك تحليلي، طبعا هذا تحليل شخصي للموضوع، يعني لأني مطلع أنا على بعض التطورات في المجتمع الأمريكي وفي السياسة الأمريكية. طبعا كما قلت كان هناك اقتراح بتسليح الثورة من قبل وزارة الخارجية وزارة الدفاع، لكن البيت الأبيض رفض أي تسليح، ونحن نعتقد أن هناك ضغوط من اللوبي الصهيوني لمنع هذا. وطبعا أوباما لم يخفي محبته لإسرائيل ودعمه الكامل لإسرائيل وتقديم مصلحة إسرائيل على كل مصلحة أخرى. لكننا طبعا لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن التغاضي عن جرائم ضد الإنسانية وقتل وتدمير. يعني هي الآن الحالة السورية أصبحت بعيدة عن الحالة السياسية، هي حالة إنسانية أيضا، جرائم إنسانية. هناك جرائم على مستوى كبير، مئات الآلاف من القتلى وأكثر من المعتقلين والمشردين. طبعا أرجو المعذرة لأن هناك الاتصال، وقبل أن أنسى يعني هناك تصريحات ومطالب من رئيس الخارجية الأمريكية أو وزير الخارجية. تركيا أيضا متهمة كما تقول بغض النظر عن مرور بعض الأسلحة الروسية والطائرات، أيضا موضوع السفينة التي الموجودة الآن في المياه الإقليمية المصرية. سأعود إليك وهذا المحور الإيراني، السفينة الموجودة في مصر كما تقول الأخبار، وأيضا كيري يتحدث عن تركيا وعن العراق أيضا. هل من تعليق في موضوع إيران وروسيا والأسلحة التي تمر؟ صحيح، هو الواضح أن هناك يعني سيل من الأسلحة يرسل إلى النظام عبر البحر وعبر العراق. حكومة مالكي نفت هذا، لكن عندنا نحن تقارير ومعلومات أن هناك إرسال الأسلحة مغلفة أو مخلوطة بغذاء وبأمور أخرى. وهناك أيضا إذا النظام يحصل على سلاح، الخناق هو حول الثورة، الثورة التي تجد صعوبة كبيرة في الحصول على سلاح بسبب كما قلت القرار الأوروبي الذي عاقب الثورة ولم يعاقب النظام، لأنه ليست هناك الآن أي جهد واضح. يعني هل هذا اصطفاف مع النظام السوري في رأيك؟ هذا برأيي هو يعني لن أسميه اصطفاف، لكنه التردد الذي يجعل النظام قادر على الحصول على الأسلحة، ووجود يعني شد وجذب داخل الجسد السياسي الغربي، ويبدو أن الأطراف التي تميل إلى عدم دعم الثورة هي الغالبة الآن في الغرب. وهو ما ترفعه أمريكا في اللقاء المرتقب ربما إيجاد حل سلمي للقضية السورية. أرجو أن تبقى معي دكتور. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى سؤال، يعني طبعا الغرب، الشارع العربي كيف يتعاطى موضوع السلاح من خلال هذه المشاركات؟ الشارع العربي ذكي وطبعا قادر على قراءة ما يجري كما نلاحظ. الغرب يريد حاليا الهدوء في المنطقة ولا يريد بالضرورة نصرة هذه الثورة، لأن الحل الآن السياسي الذي طبعا في البداية كان هو الحل الروسي أن يكون حل سياسي يبقي على بشار الأسد، نجد الآن هناك ضغوط غربية من أجل الوصول لنفس الشيء. طبعا نحن ندرك أن مستقبل سوريا في زوال الأسد، لا يمكن أن تتحرر سوريا وأن تكون حرة وديمقراطية إلا بزوال الأسد والعصابة التي تسانده، ونحن طبعا نريد حل سياسي يساعدنا على نقل السلطة إلى حكومة مؤقتة تعبر عن الناس بدون الأسد، فالأسد لن يكون جزء من الحل. نعم، هو جزء من المشكلة. في موضوع الحكومة المؤقتة على الأرض، رئيس الحكومة المؤقتة على الأرض، وهناك حديث عن حكومة تكنوقراط. موضوع السلاح أيضا أساسي الآن للجيش الحر. الحكومة ينبغي كما تقول المعارضة جهاد معارضة. كيف تنظر الحكومة المؤقتة، رئيس الحكومة المؤقتة على الأرض، عندما تنشئ هذه الحكومة التكنوقراط، كيف موضوع السلاح، كيف يمكن الحصول على 500 مليون دولار كما قال الرئيس فقط يعني لدفع المستحقات العاملين والحياة العامة، والسلاح من أين سيأتي؟ هل هناك خطة استراتيجية في عمل هذه الحكومة؟ نعم، الحكومة تريد أن تقوم بأمرين. أولا
تقديم خدمات لأهلنا في المناطق المحررة وهم هم كثر ويعانون من شيء من الفوضى اليوم. ثم بالإضافة إلى هذا إيجاد مرجعية سياسية تلتف حولها القوى السياسية والعسكرية في الداخل لإعطاء مزيد من التعاون والانضباط والتنسيق، لأنه جزء من تأخر انهيار النظام أن القوى المقاتلة المقاتلين ليسوا موحدين بالصورة التي تجب أن تكون فيها حالة الثورة والثوار والجيش الحر. فنحن نرجو أن تساعد هذه الحكومة بإيجاد مرجعية وتقديم خدمات، وطبعا يعني تكنوقراط، بمعنى أن نريد أشخاص عندهم قدرات فنية لتقديم الخدمات، لكن بالتأكيد سيكون جزء سياسي من عملها طبعا. والأمر ليس سهلا. شكرا جزيلا لك دكتور لؤي صافي، عضو الائتلاف، عضو المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف السوري. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لكم.